السلام عليكم. هاي الفسائل قرسناهن يوم 6/11، واليوم راح نفتحهن ونشوف انه مالتهن، لان بعض الاخوه طلبوا من عندنا يشوفونهن. اكو بيهن جذور واكو بيهن ما بيهن جذور. بعض الاخوه يعني شككوا وقالوا ما بيهن جذور ما يدفعن، خلنا نشوفهن. والله الفسائل احنا هسه تقريبا صار هن 40 يوم، هسه راح نشوفهن. هاي الفسيله زرعناها غرسناها، هاي شوف النمو مالتها. هاي 40 يوم صار من هاي السعف، قصيناه كلش حد وحد. هاي تقريبا هسه هاي النمو مالتها، هاي تقريبا 25، اكثر من 25 سنتيم هاي النمو مالتها. وهاي هاي الفسائل مالتها وياها، هذا النمو مالتها مبين واضح، لان احنا قلنا احنا من قصيناها قصها يعني قص جائر. خاطر بعض الاخوه يقولون ليش يعني هاي قصها وما يصير، لا خاطر نوفر جهد مال الفسيله. فهاي هسه تقريبا 25 سنتيم النمو مالتها. هاي صار لها 40 يوم من غرسناها، طبعا غرسناها بس برمل. ليش برمل؟ الرمل خاطر يبزل الماي مالتها، ما يسوي رطوبه يعني ما يظل مثل الطين. الطين طبعا الطين تنجح بس السقي مالتها يعني يكون الارض يعني اكو بيها نهران خاطر تبزل، لان اذا تظل هيك ما تبزل راح تعفن الفسيله وتموت. هسه هاي الفسيله راح نشوف البقيه. هاي الفسيلة راح نشوفهم واحدة واحدة خاطر لا يشككون الاخوة. هذا اكو بيهن جذور اكو بيهن ما بيهن جذور. هسه هذا دفع مالته تقريبا، هذا يعني هذا دفع مالته 15 سنتيم. هذا القص مالته اللي هنا، وهذا الدفع مالته النمو مالته. هاي خلال 40 يوم. طبعا احنا شنو نذبله؟ نذبله اول فترة يعني مثل سقيتين عالي فسفور، عالي فسفور وهيوميك اسيد. نذبله مرحلتين على مود يتنشط الجذر ماله، والنوبه نذبله ام بي كي متعادل بين فتره وفتره مثل 10 ايام 15 يوم ونذبله. النوبه ورا ما نذب فترتين النوبه ام بي كي متعادل عشرينات، النوبه نذبله عالي النيتروجين هم نذبله مثل مرحلتين. هذا النمو مالته، هذا تقريبا يعني 20 سنتيم. هذا النمو مالته مبين واضح. طبعا هذني ما بيهن جذور، يعني هذني بدون جذور. اكثر الفسائل اللي زرعناهن بدون جذور، يعني بعض الاخوه شككون يعني يقولون هذا ما يدفع، نسبه النجاح 5%. لا يدفعن كلهن، وعندنا احنا نخل يعني ما شاء الله. المهم هو الزرعه تعتني به مو بالجذر، لان هو ما يحتاج الجذر. اذا جذر جديد احنا نخليه يذب الجذور. هذا الدفع مالته، هذا النمو مالته مبين واضح. طبعا راح نطلعهن اكثر من واحد ولو نطول عليكم يعني بالمقطع. بس احد الاخوه يقولون ليش هذني حرام تبيعونهن ما بيهن جذور. فاحنا ما بعناهن، احنا زرعناهن، احنا ما نبيع، احنا نزرعهن انه يعني نقدر نبيع. حتى نبيع فسيله، نبيع فسيله بيها جذور، خاطر اي واحد يريدها مثلا بيها جذورها وياها. بس هي تنجح جذور بيها ما بيها تنجح. طبعا احنا ولو نطول عليكم بس خاطر نشوف ان الفسائل الاكثريه مالتهم شلون النمو مالتهم مبين واضح. وبعض الاخوه سيقولون لا ما يصير زراعتهم الجو بارد. بس احنا زارعينهن واليوم 22/12 واحنا زارعينهن بشهر 11/6/11، وهذا النمو مالتهن مبين واضح. بس احنا ليش نلفهن بسعف؟ هذا السعف خاطر نحافظ عليهن من البروده والحراره، ويدخل له هواء خاطر يقدر يتنفس براحته. هذا طبعا احد الرواكيب اللي ما بيجذور. هذا الدفع مالته، هاي الفسيله مالته صغيرونه. هذا الحين قله راكوب ما بيجذور. هذا الدفع مالته مبين، هاي تقريبا 15 سنتيم. هذا السعف مالته القديم، القص مالته الجائر، وهاي تقريبا 15 سنتيم الدفع مالته. هاي خلال 40 يوم. الجو بارد وشتاء، يعني هسه احنا بالشتاء مو صيف. وهذا النمو مالته. هذا احد الرواكيب، واللي يحب يتاكد عندنا بالمقطع السابق
هذا النمو مالته، هذا مبين واضح، هذا تقريبا يعني 20 سنتيمتر، هذا مبين واضح، هذا احد الرواكيب زرعناه بالمقطع السابق. هذا النمو واضح، هاي ما شاء الله النمو مالته مبين واضح. طبعا هاي الاكثرية يعني رواكيب، خاف واحد يقول ما ينجحن الرواكيب والجو بارد ما يصير بالجو البارد، هذا النمو مالته مبين واضح. هذا مبين واضح راكوب صغير، وهذا النمو مالته هذا بالعشرين سنتيم، هذا مبين دفع مالته كلش واضح، هذا الدفع مالته يعني مبين. هذا مبين واضح، هذا النمو مالته هذا اللي هنا هذا 25 سنتي، هذا النمو مالته، هذا القص الجائر مالته، وهذا النمو، هذا كله دفع جديد. هذا النمو مالته مبين واضح، هذا اللف مالته، هذا هو ماكو، هو الراكوب كله ما بي شبر، هاي زرعناه مجرد تقريبا اقل من شبر وخليناه لهنا، وهذا النمو مالته، هذا ما شاء الله يعني هسه هذا هذا منا لهنا يعني هذا تقريبا 40 سنتيم دافع، هذا 40 سنتيم، هذا اللي هنا وهاي اللي هنا، هاي السحفة مالته، هذا النمو مالته مبين، هذا راكوب دون جذور، يعني هذا كله احنا خليناه ما خليناه يعني شوي اكثر من شبر، هسه احنا مطلعين من عنده تقريبا 4 صابع ونازل، يعني هذا ماكو كله منزلينه بالرمل يعني 15 سنتيم تقريبا، وهذا النمو مالته. هذا النمو مالته طبعا جاي نطلع صغير وكبير، يعني خاطر لا احد يشكك بالله، ونقدر بعد نصور، بس هو ما شاء الله ماطره والقاع طينه، هاي قمنا ما نقدر نمشي من الطين، هذا طين ما شاء الله مطرت مطر، وهذا بعد ما نقدر نصور البقيه كان صورناهن. هذا ما شاء الله النمو مالته هذا 25 سنتيم،